لكم متتابعين جريدة كار 36 في هذا البرنامج ديالكم الحلقة الثانية على التوالي ديال جوابك ربح. حنا غادي نشوفوا معنا واحد الضيف اليوم ها هو ولد قنيطرة. المثلة ديالنا اليوم تتقول هذه المثلة هذه تيقول لك أتاي العشية سهلة سهلة أتاي العشية خير من بقرة صباح عرفتي أنت؟ قال لك شنو هو الجواب ديالك النهائي؟ تيقول لك المثل أتاي العشية خير من بقرة مشوية هذا هو المثل بقرة قلتي لي شنو كيديروا ليها؟ كنشويوها وكناكلوها سهل مبروك عليك وقرا عندك ما تقراش الله يعاونكم السلام عليكم متتبعين جريدة كا 36 ومعنا واحد المتسابق اخر غير هو هذا المتسابق عنده واحد الميزه كيتحدانا وقال لك عارف جميع الاسئله وجميع الاجوبه حنا غنعطيو هذا المثال دابا ونشوفوا واش يقدر يفوز بهذه الجائزه ويديها لدارو تقول لك دام زول الفيران على خميرت دام زول الفيران على خميرت الجيران يعني تقول لك سيدي يد الطبق وعين على من العود عود سؤال الاخر يد من الطبق والعين على من الجيران يد من الطبق وعين على الفيران الجيران لا عزاز عاوننا شي حاجه على من زهق هزك الماء هزني الماء وفين كموت الطبق اذا الاخوان متتبعينا ديال جريده كاس 36 السيد وقف فينا وحنا كنتعاونوا معاه شي شويه فقير مسكين اذا نعاودوا نعطيو واحد المثال اخر وغنشوفوا واش غادي يقدر يجاوب عليه ولا لا تيقول لك اللي فاتك خليه لمن فاتك خليه سهله واحد الحاجه عايشه معنا في الحياه صحابك لا لبناتك ولكن مع ذلك غادي نحتسبوا ليه الجواب الاول وغادي نعطيوه الهديه ديالو ان شاء الله وحيت بقى فينا ماشي حيت الجائزه ديالك ها هي الصحه والراحه كنتمنى انك تقراه لا تكون يعني يو القران ياك متتبعين جريده كا 36 معنا واحد المتسابق اخر وتا هو تيتحدانا وتيقول لك ما كيتصرتش وحنا غادي نعطيه واحد المثال اللي غادي يكملوا لينا الا كملوا لينا غيربح الجائزه ولا ما كملوش هذه المره ما غنتعاونوش معاه ما غيربحش الجائزات حيت سالاو لينا تيقول لك المثال تيقول لك تعلموا يا الحجامه فروس تعلموا يا الحجامه فروس الحجام فروس الحجامه ويلي 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 ربح نعاود ربي ولاد الناس بحال اللي كيدق الماء فين سهله في بيت النعاس لا قربتي بغيت نعس صايم اليوم صايم بنتي لي باغي عاد نعس سهله اللي كيربي ولاد الناس بحال اللي كيدق الماء في الكاس تيقول لك السيدي اتاي العشيه خير من بقره أتين العشية خير من بقرة في المشية قربتي أتين العشية خير من بقرة يعني داك الإنسان اللي غادي يدير أتي واحد بريريد وغينشر رجليه حسن ما تعطيه بقرة ما عرفت شنو واقع عليها شوية برافو عليك ربحتي نضرب على كرشك أنت ما صايمش ها هي الجائزة ديالك وبصحتكم وراحتكم كنتمنى انكم تقراو ذاك القرآن ما تحطوش يا جماعة العنكبوت متتبعين جريدة كا 36 معنا واحد المتسابقة أخرى ولكن هذه ظريفة وكتطلب مسكينة من الصباح وهي كتطلب فينا تجمعنا قالت لك قولي أسئلة ديال داك الشيء ديال الطياب ممكن احنا ما نقدروش المهم المثلة ديالنا اليوم تتقول اللي وصل لبلاد غير بلاده خللهم بحفاده تيقول لك انا في همو كان دادي وهو في تقلاع برافو عليك ونجحات ولكن بالتعاون ديال الغشاشه ديال صحابها اللي هما واقفين ها الجائزه ديالك لالا بالصحه والراحه شكرا لكم ونتمنوا انه تقراوا ان شاء الله إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.